يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات شخص وعليه صيام فريضة، إذا مات شخص وعليه صيام فريضة، هل يجوز أن يصوم عنه شخص آخر بمبلغ من المال؟ لا بأس بذلك، إذا ما وجدوا إلا من يصوم عنه بمبلغ من المال فلا بأس بذلك، من تركة الميت أو ممن يتبرع له بذلك. نعم.